الفنانة ملاك الكويتية تكشف عن هوية الفنانة التي ظهرت بفيديو جريء ترقص وهي فقدت الوعي. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. حيث خرجت ملاك الكويتية عن صمتها وردت على الشائعات التي ربطتها بظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة هستيرية فقدت الوعي وبدت كأنها في حالة غير طبيعية في أحد الأماكن الخاصة. ورغم أن الجمهور ربط الفنانة في الفيديو الذي نشره ملح الإنستغرام شهاب بالشمس الكويتية أولا، وقال البعض أنها ملاك، إلا أن الأولى لم تهتم ولم ترد على تعليقات الجمهور. وفي المقابل تواصلت ملاك مع شهاب عبر مكالمة تم تداولها بشكل كبير، أكد فيها الأخير أنها ليست من ظهرت بالفيديو، حيث زادت التعليقات من غضب ملاك الكويتية، الأمر الذي دفعها للتعليق قائلة: اللي بالفيديو مو كويتية يا سلقة، اللي بالفيديو كانت متحجبة وقطعت الحجاب ومو كويتية، وأول حرف من اسمها به ألف. شكتونا برا كل أكاونت ملاك ملاك ملاك، وشوفوها خايفة وشوفوها تبرر، أنا مخاف من أحد، اللي حاطط الروح هو اللي يشيلها، يا حمير يا بقر يا حوش يلي عايشين على فضايح الناس، يا مرتزقة لابوكم لابو لربكم. بهذه الجمل نهت ملاك الكويتية أي علاقة لها بهذا الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير وكان منسوبا إليها. حيث أكدت أحد المتابعين أن هذا الفيديو ينتمي للفنانة بدرية أحمد. حيث ما زال ملح الإنستغرام شهاب مصمم على فتح المشاهير، وبعد هذا تعليل ملاك الكويتية خمن البعض أن الفنانة المقصودة هي الإماراتية بدرية أحمد، لأنه معروف عنها إثارة الجدل وفق متابعين، وسبق أن ارتدت الحجاب وقامت بخطأ.